السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق جميل جدا مفتوح المصدر اسمه كامفي يو اي، تقدر تسطبه على الجهاز عندك زي ما انا مسطبه دلوقتي ويشتغل معاك. تقدر تكتب برومت يبدأ يجيب لك صور جميلة جدا برندر عالي جدا بالشكل دوت. انا سطبته عندي فهوريكو عني عامل ازاي. مجرد ان انت تكتب البرومت ممكن تديله صورة وممكن تبرمجه بحاجات كتير جدا، وبس تقول له كويري برومت يبدأ ان هو يجيب لك الصورة. طيب بداية قبل ما تشتغل عليه لازم تكون مسطب بايثون. بايثون لغة مفتوحة المصدر ولغة قوية جدا، ويعني اهم حاجات في الدنيا كلها بتشتغل بيها زي اطلاق الصواريخ الفضاء وكالة ناسا بتشتغل بالبايثون، وسهل جدا في التسطيب بتاعه. فلازم تسطبه على اساس ان ده حاجة اساسية بيعتمد عليها كونفي يو اي. وبعد كده هسطب جي اي تي او جيت، ده عامل زي الدوس زمان. تقدر تكتب اكواد، لكن احنا لا هنكتب اكواد في البايثون ولا هنكتب اكواد في الجي اي تي، دي حاجات هتبقى في الخلفيه. يعني انت هتسطب كونفي يو اي وهو ده اللي هتعمل معاه. طيب بعد ما سطبتهم هتدخل على اللينك دوت، هسيبه لك اسفل الفيديو، هتقول له دايركت لينك تو داونلود، وتبدا ان انت تحمل الملف. انا حملت عند اهوت، وبعد كده فكيت الضغط بتاعه، وبعد كده تقدر ان انت تدوس هنا مرتين او تدوس هنا مرتين هيبدا يشتغل معاك. هنا لو عايز تعتمد على انفيديا الجي بي يو، وهنا لو عايز تعتمد على السي بي يو. طيب بعد ما سطبته هتحتاج ان انت تسطب حاجات بسيطه خالص هنا، مثلا عشان المانجر تمام لو انت عايز تسطبه. طيب محتاج برضو هتسطب حاجة بسيطة خالص، هسيب لك اللينك بتاعها برضو اسفل الفيديو، اللي هو ملف خاص بالتشيك بوينت. تمام الملف دوت هوريك تحطه فين. هتيجي هنا على الملف اللي اسمه كونفي يو اي او اللي انا لسه مسطبه. تمام هتدخل جوه مودلز، وبعد كده هتدخل على فولدر اسمه التشيك بوينت. تمام ده الملف اللي انا حملته، وبالشرط ده بس. يعني ممكن يعني الميزه ان هو اوبن سورس، فهتلاقي مواقع كتيره جدا بتديك ان انت تحمل ملف التشيك بوينت دوت، وده اللي هيساعدنا في ان انا اعمل ريندر للتكست والبرومت والصور اللي عندي. تمام حتى ممكن تسطبه من هنا خالص، هتيجي تقول له داونلود لو انت حابب. طيب تعالى هنا اهو ده الموقع، هتيجي هنا تختار اني تشيك بوينت اللي انت عاملها. لو انت مسطب كتير هيبدا ان هو يجيب لك اكتر من واحد تختار منهم. هنا بقى تكتب البرومت اللي انت عايزه. تمام وهتلاقي هنا حاجات كتير اصلا متوصله مع بعض، يعني هي الفكره قايمه ان انت بتوصل بلوكات ببعض. تمام فتبدا ان انت تقول له مثلا طب انا عايز صوره، طب انا عايز حاجه معينه. تعال نبص كده، لو دوست رايت كليك وقلت له اد نود هتلاقي حاجات كتير جدا تقدر ان انت تفعلها. يعني حتى في الصور كل دي صور ممكن تقول له انا عايز اعمل اب سكيلينج، يعني اول ما اديك صوره تكبر صوره بجوده عاليه. فانت كان عندك كل الموقع اللي موجوده في الدنيا. عندك هنا مثلا عايز تعمل تحميل للود ايمج، فتبدا تختار الصوره اللي انت عايزها. انا مثلا هنا عامل دي عشان انا احمل اي صوره انا عايزها. ممكن تقول له انا عايز اعمل اكتر من صور في نفس الوقت، طب انا عايز اعمل بوست بروسيسنج، فيبدا يجيب لك اختيار كتير جدا للصور. ف عندك امكانيه كبيره جدا كانك انت يعني بتبرمج كل الادوات اللي انت ممكن تحتاجها وبسهوله جدا. مجرد ان انت مثلا عايز تعمل ماسك فتلاقي امكانيات كتير جدا، ومش تكتب كود ولا تكتب بايثون ولا تكتب سي شارب ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، انت مجرد بس بتعمل لينك بين الحاجات. اول ما سطبته هو جاب لي بالشكل دوت، يعني انا ما عدلتش اي حاجه خالص، لكن انت في امكانيك ان انت تعدل تكست اللي هنا. تمام لما بتكتب تقدر تقول له ايه كويري برومت، كويري برومت، فبيبدا ان هو يحمل التكست من هنا ويبدا ان هو يعمل لك الصور برندر عالي جدا زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. وتقدر مثلا ايه، طب انا عايز اعدل في الستيبس، عايز اعدل في الكنترول افتر جنريت. تمام وتقدر تتحكم في كل حاجه، وكل مره يطلع لك صوره مختلفه. فقوه عملاقه جدا، انت ممكن تجيب صوره مثلا من السكتش اب من راينو من الفوتوشوب معموله 2 دي وسطه جدا وتخليه يعمل رندر هنا. الميزه ان هو اوبن سورس، فمفتوح ان انت يعني مارد اللي موجود في الام ومتفتح، فانت عندك امكانيات ان انت
تبرمج حاجات كتيرة جدا ما كانش حد حتى المبرمج نفسه ما كانش يفكر فيها. تقدر تعدل حاجات كتيرة جدا، تقدر تيجي تقول له هنا انا عايز اشوف الهيستوري، طب انا عايز اكسترا اوبشن، يبدأ يجيبهم لك بالشكل دوت. طيب عايز مثلا كام صورة مثلا لو في باتش كاونت، وكل مرة هيجيب لك صورة ما كانتش موجودة قبل كده. تقدر تغير التكست انكود زي ما انت عايز، ماشي. هنا تكست ووتر مارك تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، بدل جلاسز بطل لاندسكيب، اكتب اللي انت عايزه، اي تكست انت عايزه عشان يجيب لك الصورة القوية. الميزة انت طبعا عندك على الجهاز، فلو انت عايز تعمل 1,000,000 صورة في اليوم مش هيقول لك انت محدود بعدد معين. يعني المواقع مهما كان حتى لو مواقع مجانية بيديك امكانيات معينة، يديك مثلا 150 صورة في اليوم، بعد كده بيوقف حتى لو بفلوس. انما هنا ده على جهازك انت، فبتعمل الريندر زي ما انت عايز. فانا شايف ان دي من اقوى التولز اللي موجودة، ماشي. هسيب لكم اللينكات دي ان شاء الله اسفل الفيديو، واسيب لكم رابط الاي بي. هو الاي بي اصلا بيشتغل اوتوماتيك، اول ما انت تيجي تشغل الملف تدوس هو بيفتح لك على طول. ده انا كنت بعمل حاجه تانية، تمام. هو اوتوماتيك عمل لي حتى هو شغال في الخلفيه، تمام. احنا لا بنكتب اكواد ولا بنعمل حاجه خالص، احنا مجرد بس ايه بنضيف اد نود ونوصل بينهم وبين بعض وحاجات زي كده، تمام. ممكن ان شاء الله بعد كده في المستقبل نعمل بعض الفيديوهات كده نشوف الحاجه، بس دي الفكره الاساسيه على الجهاز بتاعي عادي. وتقدر تتحكم مثلا تعدل بعض القيم، مثلا عايز تعدل الويتس، عايز تعدل الهاي، السايز، زي ما انت عايز، تمام. ممكن تكتب اي تكست انت عايزه هنا، يعني انت مش عايز تكتب مثلا عايز حرب الفضاء، عايز كذا عايز كذا، يعمل لك هو الصور اللي انت عايزها.